فاكيد في الشوط الاول فدخلنا بواحد المعنويات مرتفعه باش اننا نسجلوا، فتشديت علينا في الدقائق الاولى من المباراه، لكن ما قدرناش ان ما استطعناش ان نحافظوا على النتيجه. في الشوط الثاني تلقينا تعليمات من محمد فاخر باش اننا نضغطوا على الخصم في الاستيران ديالو، خلقنا فرص عديده لكن ما استطعناش ان نسجلوا هدف ديال التعادل. كنت ما شاء الله في باقي المقابلات ان شاء الله نضرب واحد الشكل جيد، ولا سيما اننا الترتيب ديالنا ما كيساعدناش اننا نخسروا نقاط اخرى. كما قلت لك كنشكر اللاعبين على المرض هذا اللي ضربوا اليوم، خاصه في الملعب ديال محمد الخامس هنا امام فريق رجاء البيضاء اللي مدعوم من الجماهير ديالو. مشكورين اللاعبين، كما قلت لك انا في باقي المقابلات انا نحسن الترتيب ديالنا ونفوز بعدد كثير من النقاط ان شاء الله. شكرا.